السلام عليكم، انا من كربلاء، اجيت المجمع ايرانا، التقيت بدكتور فيروزي بهروزي، والدكتور زين ان شاء الله والحمد لله والشكر. قمت بتبديل المفصل الايمن لاخوي الكبير، وهسه موجود بالطابق الاسفل، وانا قمت يعني جيت بكانه على مود اقول هذا الحكي، لان هاي المستشفى جيده 100%، والدكتور عمليته ناجحه 100%، والحمد لله والشكر. رحت الى اهالي كربلاء طردوا مني ضمان، اجيت لهاي المجمع الحمد لله والشكر، قمت تصميم العمليه بدون اي ضمان وبدون اي شيء، وقال لي على ضمانتنا نجاحها 100% وفوق ال 100%، وقال 1100 نجاحها 100% و1100. انا ضمنت لهم وجماعه خدمات زينه والحمد لله والشكر، ونقل مواصلات وفندق درجه الاولى والحمد لله والشكر، يعني قمنا يعني اكثر من قابليتنا احنا، يعني استقبلونا الحمد لله والشكر بالمطار استقبلونا وجابونا المجمع هذا والحمد لله والشكر، وقاموا بخدمتنا بالفندق واحسن خدمه، وجينا هذا البكان على مو شنو، لان خدمتهم درجه اولى، والدكتور فيروزي يعني من اقوى الدكاتره الجراحين في ايران زين، وعلى قولت احنا يقولون على اساس انه دارس المانيا، والحمد لله والشكر على هيك دكتور موجود هيك ايران. انا اتمنى من كل مواطن وكل عراقي وكل شريف انه يراجع على الدكتور ويريد صحه سلامته على هذا الدكتور يكون هو يراجعه، لان هذا الدكتور انا متاكد من عنده 100% على كل شفاء بالمفاصل زين، وهذا الدكتور ناجح بكل شيء زين، واقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.